تبدأ بالنظر إلى القيم الدنيا والقصوى مرة أخرى باستخدام مجموعة بيانات البنك الدولي حول الإنفاق الصحي والتي استخدمناها من قبل. قم بفتح مجموعة بيانات البنك الدولي وقم بأخذ نسخة منها إن لم تكن قد أخذت نسخة من قبل. لنقم بإدراج ورقة عمل جديدة بواسطة النقر على رمز زائد الموجود في أسفل الزاوية اليسارية. اترك العمود الأول في السطر الأول فارغاً، ثم العمود الثاني أدخل يساوي للبدء بإدخال صيغة. عد إلى ورقة العمل التي تحتوي على مجموعة بيانات البنك الدولي الخاصة بك. قم بتحديد القيم الأولى في السطر الأول الذي يحتوي على بيانات. بعد الضغط على Enter سترى القيمة معروضة في ورقة العمل الجديدة. لماذا نقوم بذلك بهذا الشكل بدلاً من النسخ واللصق ببساطة؟ سيتم تحديد ورقة العمل الجديدة بشكل أوتوماتيكي إن قمت بتغيير أي شيء في ورقة العمل الأصلية. العمود الأول سيحتوي على ما سيتم حسابه. لنبدأ بحساب القيمة الدنيا، وبالتالي سنسمي هذا العمود القيمة الدنيا. لننقر على الخلية التالية، اضغط يساوي وابدأ بكتابة صيغة القيمة الدنيا. مرة أخرى يطلب منا تحديد القيم التي نريد استخدامها، لذلك عد إلى ورقة العمل الأولى. وفي هذه الحالة سنقوم بتحديد العمود بأكمله. يمكنك فعل ذلك بالنقر على مكان اسم العمود باللون الرمادي. أغلق الأقواس ثم اضغط Enter. سيتم عرض القيمة الدنيا من القيم الموجودة في ذلك العمود. لنفعل نفس الشيء بالنسبة للقيمة العليا. دائما تذكر إغلاق الأقواس. ترون الآن أننا نمتلك القيم الدنيا والعليا من الناتج المحلي الإجمالي، وهو العمود الذي قمنا بتحديده. الشيء الجميل الذي يمكننا القيام به هو تكرار هذه القيم. هل ترون المربع الأزرق في الزاوية؟ مرة أخرى يمكننا سحب هذا المربع لتكرار الصيغة. الآن يظهر لنا كل العناوين الموجودة ضمن ورقة العمل الأخرى. ويمكننا فعل نفس الشيء مع الصيغ. قمنا لحد الآن بإنشاء ورقة عمل أخرى تعرض لنا القيم الدنيا والعليا لكل من الأعمدة الموجودة في ورقة العمل السابقة. هذه طريقة أنيقة لحساب القيم الدنيا والعليا في ورقة عمل جديدة دون المخاطرة بفقدان البيانات الأصلية. هل لاحظت أن بعض القيم الدنيا هي صفر؟ هل تعتقد حقاً أن هناك دولاً لا تنفق أموالاً على الرعاية الصحية؟ هذا الاحتمال غير موجود. إن الأصفار بسبب وجود خلايا فارغة. تعتبر المعالجة الصحيحة للقيم المفقودة خطوة مهمة في تنظيف البيانات وتحليلها. من شبه المستحيل أن تقوم بذلك مع مجموعة بيانات ضخمة، ولذلك يجب عليك إيجاد استراتيجية للتعامل مع هذه الأجزاء المفقودة. ضمن هذا التقديم سوف نقوم بإنشاء صيغة معقدة، وسوف نقوم بذلك بعملية مكررة. هذا يعني صيغة بسيطة في كل مرة. من خلال متابعتكم لنا سوف تلاحظون أنه بإمكانكم إنشاء صيغ معقدة جداً والحصول على نتائجها خطوة بخطوة. للتعامل مع الخلايا الفارغة يجب علينا إصلاح أجزاء من عملياتنا الحسابية في ورقة بيانات البنك الدولي. لنقم بإنشاء ورقة عمل جديدة لنقوم بعملنا ضمنها. نذهب لمجموعة بيانات البنك الدولي الخاصة بنا وننسخ بعض من الأسطر الأولى لنقوم بالتلاعب بها، ولنقم بلصقها على ورقة عملنا الجديدة. يمكن رؤية أنه لدينا بعض البيانات المفقودة في الأسطر القليلة الأولى. كل من ساموا الأمريكية وأندورا وكذلك أوروبا تفتقد لمعلومات الناتج المحلي الإجمالي. لنقل بأننا نريد احتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. لنقم بإنشاء عمود جديد ولنسمه الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد. لنفكر فيما نريد فعله. إذا كانت أي من القيم التي نعمل عليها في هذه الحالة الناتج المحلي الإجمالي أو عدد السكان غير رقمية، عندها لا نريد عرض المجموع.
بوضعها بطريقة أخرى، فقط إذا كانت قيمة كل من الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان موجودة نريد تنفيذ هذه العملية الحسابية، وإلا يجب ترك هذه الخلية فارغة. الصيغة التي تعبر عن هذا الشريط هي F. هذا النوع من الصيغ يسمى المنطق البولياني (Boolean logic)، والذي يعمل بشكل أساسي بالشكل التالي: إذا شيء ما هو X عندها قم بتنفيذ Y. لنقم بمحاولة كتابة ذلك. الصيغة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: الشرط أو التعبير المنطقي، قيمة في حال كان الشرط محققاً، وقيمة في حال كان الشرط غير محقق. في حالتنا يمكننا القول بأنه إذا كان كل من الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان قيم رقمية، عندها استخدم الصيغة للقيام باحتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا لم تكن قيماً رقمية فأترك الخلية فارغة. لنقم بملء الأجزاء التي نعرفها. لنقم فقط بكتابة الشرط للحظة فاصلة. ما الذي نريد فعله؟ إذا كان كلاهما قيماً رقمية، بالتالي هذه هي الصيغة. نأخذ الناتج المحلي الإجمالي ونقسمه على عدد السكان لنحصل على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. أما إن لم تكن قيماً رقمية، فسنترك مساحة فارغة فقط لنغلق أقواسنا. وبالتالي كل ما تبقى علينا فعله هو العمل على الشرط. تذكر أننا نريد أن يكون كل من الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان أرقاماً. الصيغة التي تظهر فيما إذا كانت الخلية رقماً هي IS number. دعونا نجرب ذلك. إن قمت بكتابة يساوي IS number ثم قمت بتحديد الخلية، لنستخدم قيمة الناتج المحلي الإجمالي وأغلاق الأقواس والضغط على Enter، سوف ترى أن هذه الصيغة تنتج قيمة True. إذا قمنا بنسخ هذه الصيغة إلى سطر لا يحتوي على قيمة رقمية، فستنتج الصيغة قيمة False. نحن بحاجة إلى دمج نتائج صيغة IS number لكل من الناتج المحلي والإجمالي وعدد السكان. للقيام بذلك يمكننا استخدام صيغة AND. ببساطة ستنتج هذه الصيغة TRUE إذا كان كل منهما رقماً، أو FALSE إذا كان أحدهما أو كلاهما ليس رقماً. لنحاول ونضيف ذلك هنا. أكتب AND وأفتح الأقواس. قمنا مسبقاً بتطبيق IS number على الناتج المحلي الإجمالي. اكتب فاصلة ثم IS number مرة أخرى وحدد خلية عدد السكان. أغلق الأقواس الخارجية واضغط Enter. في هذه اللحظة ما زالت الصيغة تعود بنفس القيمة، ويمكنني نسخ هذه الصيغة حتى هذه المرحلة. بعد الانتهاء من بناء شرطنا، ما نحتاج عمله الآن هو دمج الشرط مع بقية عبارات F الشرطية. بالتالي دعونا ننسخها ونلصقها ببساطة. نحن نعلم أن الشرط يحتاج إلى نقله إلى هنا، ولذلك سنقوم بتحديد ما قمنا بكتابته ولصقه هنا. تذكر أننا استخدمنا خلايا مختلفة، لا تزال الصيغة تشير إلى تلك الخلايا. ما نحتاج القيام به هو تغيير ذلك للخلية لتصبح C2، وتغيير هذه إلى D2، وذلك حتى تتم قراءة السطر الصحيح. الآن يمكنكم رؤية أنها تشير إلى الخلايا الصحيحة. لقد انتهينا من صيغتنا ويمكننا الضغط على Enter. من الواضح أن ما تقوم به هذه الصيغة هو التأكد من أن كل من الخليتين تحتوي قيماً رقمية، ومن ثم تنفيذ عملية الحساب. لنقم بنسخ هذه الصيغ إلى الأسفل ونرى ماذا سيحدث في أسطرنا الفارغة. ما حدث هو أن الصيغة أنتجت قيمة فارغة. إن إنشاء صيغة معقدة يمكن أن يكون سهلاً فقط إذا قمت بذلك خطوة بخطوة.